أنت من خلال هذه الروايات البعض يقول أنك أنت أيضا كأنك نسفت أي إنجاز تحقق للعراق، ازدهار العراق للعهد الملكي. لا أبو عزيز، لا، عهد الملكي كما هو وصفته العظمة فيه والتأسيس للملك فيصل الأول والد غازي. أني لو ضد العهد الملكي ليش مدحت بالملك فيصل الأول الله يرحمه وبالملك فيصل الثاني؟ بالملك فيصل الثاني الله يرحمه ليش؟ خو كلهم ثلاثتهم أقول عهد ملكي في منتهى السوء، والملوك ثلاثتهم سيئين. أني لازم أقول هالشكل، ليش أقول اللي بنى الدولة العراقية واللي أسسها الملك فيصل الأول الله يرحمه؟ هو اللي بناها، هو صاحب الفضل. أقصد العراق اللي طالع من سايكس بيكو، طالع من الاحتلال العثماني أو من هيمنة الدولة العثمانية، لأن البعض هم يزعل يقول لي هذول الإسلاميين فدوا مصيبة، يقول لي شنو احتلال العثماني وأموات. المهم ليش أذكر لها وليش أتعاطف مع الشهيد فيصل الثاني الله يرحمه؟ لا، غازي كان سيء أخي عمار، وما يصير أنت بالتاريخ تمدح لي واحد في منتهى سوء. في عهده وعصره سابت الدولة العراقية. سابت الدولة؟ سابت. شلون سابت يعني؟ يعني تركها للدولة وانغمس في ملذاته وسهراته وشذوذه وشربه 24 ساعة سكران.